سلام البنات، بالنسبه للسالوك غادي نحتاجو جوج دنجالات، جوج مطيشات وثومه. غادي نقطع الدنجال دواور، غادي ندير مطيشه بجلوفه وثومه حتى هي بجلوفها، وغادي ندير الماء وغادي نديرهم كيتسلقوا. بالنسبه للسمك ديالنا غادي نديروا ليه الشرموله العشيه ديال السمك، من بعد غندير شويه ديال البصله مع شويه ديال البزار والملحه والزيت العود، وغادي ندخل كل شيء للفران. بالنسبه للخبز غادي ندير دقيق ديال القمح مع فورص، غندير الزراره الخميره الملح، وغادي نخلط كل شيء. من بعد غادي نضيف زيت العود، وغادي نضيف حتى زيت الكوك، بالنسبه للكوك كنضيفوه غير باش كيعطي واحد البنه وكيحيد حتى الريحه ديال الخميره من الخبز. ومن بعد غادي نجمع العجينه ديالي بالماء بالطريقه الاعتياديه.